طبعا وصلنا لجهاز جديد اليوم. الجهاز عبارة عن امواج الراديو فريكونسي ابر صغيرة تدخل للجلد وتولد حرارة تحت الجلد تنشط الدورة الدموية والكولاجين والمشاكل البشرة كلها تعمل تريتمنت كامل للبشرة. هسا راح نشتغل على وجه الهام. طبعا احنا نتحكم بالجهاز منا نمضي طبعا يشتغل الجهاز ايضا شد للبشره ابر رفيعه كلش. طبعا يشتغل ايضا الرفع الحاجب بس لازم نغيره. هاي هنا عندنا يشتغل على الحاجب. Thank you.
طبعا هسه احنا اشتغلنا كمان نقدر نضيف الى ميزوثيرابي مثلا فيتامين او وايتنج نقدر نشتغل الى للفيس لان فتحت كل المسامات طبعا. وان شاء الله شغلنا ينال اعجابكم. مع السلامه.